السلام عليكم يا أصدقائي منورين البرج. سنة 2017 نزل فيديو على السوشيال ميديا مدته 9 ثواني بيوصف ليزي فلاسكويز إنها أقبح امرأة في العالم، والتعليقات اللي انهالت عليه للأسف كانت سلبية جدا، لدرجة إنها كانت بتطالبها إنها تموت نفسها عشان تريح العالم من وحشة شكلها، وغيرها من التعليقات السخيفة لأصحاب النفوس المريضة. في الوقت اللي فيه ناس عندها عقد نفسية بسبب شكلها والعيوب البسيطة اللي فيه، زي كبر الأنف أو الودن أو حتى الحول، واللي ممكن عقدهم النفسية دي توصلهم للاكتئاب في بعض الأحيان، كان في إنسانة العالم كله بيوصفها إنها أقبح امرأة في العالم، وكان ردها أبلغ من مليون كلمة ممكن تقولها، وبدل ما تكتئب أو تتعقد أو حتى تنتحر، ذاكرت واجتهدت ونجحت ووصلت لمكانة كبيرة في قلوب كل جمهورها، واكتسبت لقب جديد وهو أجمل وأنقى قلب وروح في العالم. أهلا بيكم، انا دكتور ضياء اسعد من قناة البروف، ولو انت دي اول مرة ليك معانا او لسه ما اشتركتش، ياريت تدعمنا باشتراكك وتفعل الاشعارات من علامة الجرس عشان تشجعنا على تقديم كل جديد. اتولدت ليزي سنة 89 في ولاية تكساس في امريكا، وكان وزنها وقت الولادة لا يتعدى الكيلو وربع، وده وزن قليل جدا بالنسبة للوزن الطبيعي واللي بيبدأ من 2.5 كيلو للمولود الطبيعي. وبالرغم من انها تخطت حاجز 30 سنة من عمرها، الا ان اقصى وزن وصلت له طول حياتها لم يتعدى 29 كيلو جرام، وده بسبب اصابتها بمرض اسمه نيونيتال بروجرويد سيندروم، وهو احد انواع الشياخ المبكر، والمرض ده نادر جدا، يعني الناس اللي اتصابت بيه في العالم كله عددهم لا يتعدى 30 حالة. والمرض ده بينتج من خلل جيني بيخلي الجسم ما يقدرش يحتفظ بالدهون تحت الجلد، وبالتالي الجلد بيظهر عليه علامات العجز ويكرمش، وده بالرغم من ان ليزي فلاسكويز بتاكل سعرات حرارية كتير جدا بتصل ل 5000 سعر حراري يوميا، في حين ان الانسان الطبيعي بياكل ما لا يتعدى 3000 سعر حراري، ومع ذلك جسمها ما بيقدرش يحتفظ ب 1% من الدهون دي. الحالة دي بيكون ليها اعراض تانية زي ضعف النظر، وده اللي خلى ليزي فلاسكويز تفقد عينها اليمين وما بتشوفش غير بعينها الشمال بس، والحالة دي كمان بتسبب مشاكل في نمو العظم والاسنان، وبتأثر على اعضاء حيوية كتير، وبتسبب مشاكل فيها زي مشاكل القلب وغيره، بالإضافة طبعا للشكل العجوز اللي بيخلي المريض يظهر كأنه في 60 من عمره وهو لسه ما كملش 20 سنة. الحالة دي ما منعتش ليزي من انها تعيش حياتها بشكل طبيعي وتتجنب التعليقات السخيفة على شكلها من اصحاب النفوس المريضة، بالعكس ده عبرت عن مرضها بانه اعظم نعمة ربنا رزقها بيها في حياتها. وفي الوقت اللي المرض ده كان ممكن ينال من الحالة النفسية ليزي ويخليها تكتئب وتيأس او حتى تنتحر، ليزي اتخرجت من الجامعة وألفت 4 كتب، اول كتاب فيهم اسمه ليزي الجميلة واللي بتحكي فيه قصة حياتها، ونشرته سنة 2010. وما اكتفتش بكونها كاتبة ناجحة، اسلوبها بيتميز بالبساطة والرقة واللطف، الا انها نجحت كمان في انها تكون متحدثة تحفيزية، وعملت احاديث كتير في منصات مختلفة، اشهرها حديثها في منصة تيد اكس توكس بعنوان كيف تعرف نفسك وتكتشف ذاتك، ده غير انها لها قناة على اليوتيوب بتقدم فيها محتوى بيتابعه فوق 800,000 مشترك، واخر فيديو ليها بعنوان اعياد الميلاد في الحظر اللي نزل بتاريخ 21/5/2020. ليزي فلاسكويز قدرت انها تقول للعالم كله ان الشكل عمره ما كان مقياس لجمال وطهارة الروح، وانك ممكن تكون بسيط او حتى معدوم الجمال، لكن تقدر تجذب اللي قدامك بروحك الطيبة واخلاقك الحسنة ومعاملتك الكريمة له. وياريت معاملتك مع الفيديو تكون كريمة، وتعمل لايك وسبسكرايب، وتقول لنا في التعليقات كلمة واحدة توصف بيها ليزي فلاسكويز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.